السلام عليكم البنات، وجيت لكم عاوتاني فيديو جديد. اليوم غادي نطيبوا كيكه ناجحه 100% ولذيذه وخفيفه بحال لقطن، وبلا ما نشعلوا الفران نهائيا. غادي نطيبوها غير فوق من النار ديال البوطه، تتجي غزاله بزاف البنات. الا جربتوا هذه الكيكه هذه عمركم باقي تشعلوا الفران على قبل الكيكه، لان تتجي حسن 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 بزاف مع جميع الاسرار اللي غادي تحتاجوا لها باش تصدق لكم 100%. وايضا اكثر من هذا كتوجد فقط في 15 دقيقة. باش ما نطولش عليكم غادي نبداو على بركة الله. احتاجي جوج ديال البيضات اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، وضعتهم في هاد الزلافة هادي، وغادي نضيف عليهم واحد الكيس ديال السكر بنكهة الفانيلا. الوزن ديالو هو 8 غرام، وتقدروا تستعملوا ديال 7 غرام، راه بحال بحال البنات. غادي نضيف عليهم 5 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة. مكونات البساطين بزاف غادي تشوفوهم معايا، والنتيجه كتكون غزاله بزاف. واحد القبيصه ديال الملحه غير لتحسين الذوق، وعندي هنا النكهه ديال البرتقال. تقدروا تستعملوا هذه او تستعملوا النكهه ديال الحامض، اولا تقدروا ديروا غير القشور ديال الليمون اولا ديال الحامض، يعني اللي كان متوفر عندكم. غادي نضيف ايضا واحد نص كاس ديال الزيت. الا لاحظتوا نص كاس كبير، يعني تتكون زايده على نص كاس واحد جوج معالق كبار تقريبا اولا ثلاثه، ماشي نص كاس وماشي كاس لاروب، ما بين نص كاس وكاس لاروب، غير باش تعرفوا البنات وصافي. هنايا عندي ايضا واحد الكاس ما عامرش ديال الحليب اللي يكون دافي، كيف ما شفتوا راني كبيته من الكاسرونه دفيت واحد شويه. غادي نمزجوا هاد المكونات هادو مزيان مزيان حتى كندوبوا ديك النكهه ديال الحامض كيف ما شفتوا، عفوا النكهه ديال الليمون، حتى نحتفظ بهم في المجمد النكهه ديال الحامض اولا، يعني جميع النكهات. وبالمناسبه هذيك البويطه الصغيره تدير 5 دراهم، يعني موجوده في جميع النكهات البنات اللي ما عمرهم ما جربوهم. مباشره هنا بعد ما ذوبت جميع المكونات، البيض السكر هذيك النكهه ديال الليمون اللي استعملتها، بديت كنضيف الدقيق. الدقيق هنا كيف ما شفتوا تنضيفو غير بالمعلقه، معالق كبار. هنايا دابا ضفت 4 ديال المعالق، غادي نزيد المعلقه الخامسه صافي، وغادي نحبس وغادي نمزج المكونات ديالي، وغادي نشوف الدقيق واش كافي اولا نزيدو. هاد الكيكه هادي البنات ضروري خص تكون الكميه ديال الدقيق مضبوطه، غادي نوريكم بالضبط الخليط كيفاش خصكم تحصلوا عليه. ضفت لهادوك 5 ديال المعالق كبار اللي عامرين مزيان ديال الدقيق، جوج ديال الخمارات كل وحده الوزن ديالها 8 غرام، يعني المجموع هو 16 غرام ديال الخميره. وتنقول لكم دائما تقدروا تستعملوا الخمارات ديال 7 غرام، يعني غيكون عندكم مجموع 14 غرام، ما كيدير حتى شي اشكال نهائيا. هنايا غادي نمزجوا هاد الخليط هذا مزيان. شوفوا البنات الخليط باقي خفيف بزاف، وبالتالي غادي نزيد معلقه اخرى ديال الدقيق ديال الفورس، غادي نمزجهم عاوتاني وغادي نشوفوا واش النتيجه هي هذيك اولا غادي نضيفوا معلقه اخرى ديال الدقيق. هنايا ايضا بعد ما مزجت الخليط مزيان تيبان لي بانه باقي خفيف، وغادي نزيد المعلقه السابعه. درنا 5 في الاول ومن بعد زدنا السادسه، وهذه هي السابعه. 7 ديال المعالق كبار عامرين مزيان، وضروري هذا الخليط البنات يكون بهذا القوام هذا، وما غاديش ناكد لكم على 7 ديال المعالق، غادي تضيفوا 5 الاولين ومن بعد غادي تضيفوا السادسه، وغادي تشوفوا الخليط فاش كتهزوا هكا الطراب خصو ينزل خيط واحد وما تيدخلش مع الخليط هذيك الساعه، يعني تيبان لكم بانه بقى الفوق، يعني ماشي دغيا تيهبط في الخليط. الا بان لكم بانه دغيا تيهبط في الخليط فخصكم تزيدوا مازال الدقيق. تنتمنى ان الفكره نكون وصلتها واضحه، لان القوام ديال الخليط مهم بزاف للكيكه باش ما طلعش وتهبط، وباش تطلع مزيان وتجي هشيشه من الداخل. كيف ما شفتوا ضفت 2 ديال المعالق كبار ديال الخل. الخل تيجي به هشيشه وتخليها تزيد تنفخ، ولا كتردوا البال من دابا دغيا كيتفاعل مع ديك الخميره، وتيبان لكم بان القوام واللون ديال الكيكه ديالكم تبدل. صافي غادي نحتفظ بها دابا جانبا، وغادي نجيب المقله ديالي فاش غادي نطيبها باش نحضرها حتى هي. بالنسبه للمقله، مقله عاديه غير تكون ما كتلصقش، والوزن ديالها واخا يكون خفيف ماشي مشكل، يعني خفيفه اولا ثقيله. انا استعملت هذه مقله خفيفه ورقيقه، يعني ما مغليضاش من التحت. غادي نوريكم الطريقه باش طيبوا بها بلا ما تحرق لكم نهائيا، وراكم شفتوا معايا في اول فيديو النتيجه رائعه بزاف. هاد المقله واخا ما كتلصقش، درت لها شويه ديال الزيت ورشيتها بالدقيق باش هكا داك الدقيق تيشد لنا شويه السخونيه، وما تيخليش لنا الكيكه ديالنا تتحرق نهائيا، وتتجي بحال طايبه في الفران، ماشي بحال غير الا دهنتوها بالزيت اولا درتو الكيكه ديالكم نيشان. غادي نرشوها مزيان بالدقيق بحال بلا طيبوها في الفران، وغادي نخويو فيها الكيكه ديالنا. هاد الكيكه هادي كتصلح بزاف للكوتي اولا للفطور، فاش نكونو زربانين ما تنجيو فين نعمرو داك البراد ديال اتاي اولا القهوه ونوجدو الصينيه حتى كتكون الكيكه ديالنا واجده. يعني متخيلوش السرعه
باش كتوجد هاد الكيكه هذه مقارنه مع النتيجه ديالها، راه بزاف تجي غزاله. هنايا البنات غطيت هذيك المقله ديالي بالغلاقه ديالها، وغادي نجيب واحد الورقه غير هذيك الساشيه ديال الخميره اللي فرغتها، وتنحاول نسد هذيك التقيبه اللي فيها، وتنحطها على نار مهيله. شوفوا معايا البنات النار كيفاش دايره، ضروري البنات النار فاش غادي نطيبوها تكون مهيله، راه وريتكم الشكل ديالها. غادي نجيب هذيك الكيكه ديالي وغادي نحطها، وغادي نخليها مده ديال 15 دقيقه حتى كتبان لينا بانها تنفخات وايضا نشفات، بدات كتنشف لنا شي شويه من الفوق. صافي عاد باش ديك الساعه تنحاولوا اننا نقلبوها. باش غادي نقلبوها غادي نوريكم واحد الطريقه حتى هي اللي ساهله بزاف. خديت مقله اخرى، اما تكون قد هذيك المقله اللي درنا فيها الكيكه ديالنا، اولا كبر منها غير بشويه، يعني غير ما تكونش صغر منها. هذه الطريقه هذه سهله وبسيطه وتتعطي نتيجه رائعه، احسن ما تبقاو يعني تحاولوا انكم تقلبوها في شي حاجه اخرى، اولا غادي تشدوها وتكحزوها وتقلبوها في شي طبصيل وتعاودوا تردوها في نفس المقله. انا هذه الطريقه هذه تجيني سهله ورائعه بزاف. خديت المقيله ديالي كيف قلت لكم، اما قد المقله اللي درنا فيها الكيكه اولا كبر منها، دهنتها بزويته وحطيتها فوق من النار، وغادي نخليها تسخن، يعني غنخليها تسخن غير واحد شويه، حد 3 ديال الدقائق هكاك. ومن بعدها الكيكه ديالي شفتوا كيفاش تنفخات وبدات كتنشف البنات من الفوق، يعني نشفات. صافي دابا غادي نحل عليها، وغادي نجيب واحد السباتولا وغادي نحلها من الجناب. طريقه سهله 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 بزاف البنات، حاولوا انكم تعتمدوا هذه الطريقه هذه، يعني ناجحه بزاف بزاف بزاف، وما كتوحلوش في القليب ديال الكيكه ديالكم. جبت هذيك الكاسرونه اللي سخنتها، عفوا هذيك المقله اللي سخنتها، وغادي نقلب فيها الكيكه ديالي. صافي وغادي نعاود نردها فوق من نفس النار، يعني غير هذيك النار نيت اللي شفتو معايا في الاول، ما زدتها ما نقصتها، وغادي نخليها باش تعاود تحمر مره اخرى. طريقه بسيطه بسيطه البنات وتتعطي نتيجه رائعه، يعني الصراحه انا هذه الكيكه هذه كنفضلها اكثر من الكيكه اللي تنوجدها في الفران. صافي كيف ما شفتو رديتها فوق من النار، وغادي نخليها تحمر من الجهه الاخرى تقريبا واحد المده ديال 4 5 ديال الدقائق 6 ديال الدقائق. تتقلبوا هكا بالسباتولا، يعني تتحاولوا تهزوا واحد شويه بالسباتولا، كتبان لكم خدات داك اللون الذهبي، صافي وتتحيدوا. دابا ما عندكم مناش تخافوا على الكيكه ديالكم طيبه وطالعه، ما تتبقى لا تهبط لا حتى شي حاجه. هنايا غادي نوجد واحد السيرو باش هكا غادي نسقيها غير واحد شويه، تقدروا ديروا غير المربى، انا فضلت هذا السيرو هذا. درت 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده وكاس لاروب ديال العنبه ديال الماء مع جوج ديال القطع ديال الحامض، وغادي نوضعو فوق من النار مده ديال 15 دقيقه حتى كيولي لنا معسل. صافي تنحيدو الكيكه ديالي بعد ما دازت ديك 5 ديال الدقائق وتحمرت ليا من جهه اخرى، غادي نوريكم الشكل ديالي كيفاش داير. شوفوا البنات اللون اللي كتاخذ اللون ذهبي، وتيكون موزع الوجه ديالها كامل ومزيان، يعني عندها نفس اللون لحقاش سخنا ديك المقله من قبل، يعني غير حاولوا تتبعوا هاد الخطوات هادو. هنايا من بعد درتها فوق من هاد المنديل هذا باش هكا ما تعرقش وما تفزكش، يعني ما تحاولوش ديرها فوق من شي طبصيل اولا تخليوها غير فوق من المقله نيت، تديروها فوق من شي منديل حتى كتبرد مزيان، ومن بعد تديروها في طبق التقديم. غادي نجيب هذاك السيرو اللي خليته كيغلي وغادي نسقيها، يعني غير شويه كيف قلت لكم، راه تقدروا تستغناو عليه، تقدروا ديروا ليها شي كريمه من على حسب الذوق ديالكم، كراميل او كريمه ديال الشوكولات، يعني هذا راه داخل في اطار التزيين، والتزيين تيبقى اختياري. المهم هو تاخذوا الفكره ديال الكيكه ديالكم. شوفوا البنات كيفاش كتجي طالعه، تيجي اللون ديالها هكا يعني ذهبي، تجي غزاله 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 بزاف. خديت هنايا شويه ديال الكوك بعد ما سقيتها بهذاك السيرو، غير شويه وصافي، وبديت كنزينها بالكوك. التزيين تيبقى كيف قلت لكم اختياري، تقدروا تستعملوا الكوك، تقدروا تستعملوا كاوكاو، كونكاسيل، لوز ايفيلي، تيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نستمر غادي نزينها وغادي نوريكم الشكل ديالها، فعلا تستحق التجربه، جربوها البنات ما تبخلوش على راسكم، خصوصا دابا الوليدات ولاو كيمشيو للمدرسه، تيخصهم فطور في الصباح، فطور يكون سريع، وايضا الكوتي خصو حتى هو يكون يعني بالزربه تتوجدوه، جاو عندكم الضيوف ديال الغفله. شوفوا البنات الهشوشيه ديال الكيكه ديالي اللي تنعاود لكم عليها، راه تجي غزاله بزاف. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو ديال اليوم، وتنتمنى ان الافكار والاسرار اللي بغيت نوصل لكم كاملين يكونوا وصلوكم.
ما تبخلوش عليا بلايك لهذا الفيديو وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. الا كنتو مازال ما مشتركينش في القناه فاشتركوا وفعلوا الجرس باش هكا توصلوا مزيد من الشهيوات الرائعه والبسيطه ديال قناه عنوان الحادقه. وايضا الا كنتو مازال ما مشتركينش معايا في حسابي على الانستغرام عنوان الحادقه وايضا صفحتي على الفيسبوك فانضموا للصفحه وايضا للحساب ديال الانستغرام باش هكا توصلوا بجميع الفيديوهات وجميع الوصفات. وإلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله. تنتمنى أن هذا الفيديو هذا يكون نال إعجابكم ونال استحسانكم وما تبخلوش عليا بشي تعليق جميل باش تشجعوني.